موجود عندنا فرق من جميع دول العالم، عندنا من الصين ومن الهند، يعني عايز اقول لحضرتك طبعا ده بيعتبر مكسب، وانت عارف الاعلام والسينما لها بريق في الخارج، بتطلع بره الناس بتتكلم بيشرحوا بالكلام اللي شافوه بينقلوه بره، رسائل بتوصل، كل واحد من دول له معجبيه وله الناس اللي بتعمل له فولو وبتتابعه، فدي هتبقى رسائل للعالم طبعا من ارض السلام ان هنا اقيم مهرجان ضخم، ومهرجان في منطقه رائعه الجمال زي ما انت شايفه، يعني فين الديكور ده موجود في اي حته في العالم، الجو ده موجود في اي حته في العالم، الجو رائع طبعا، هو يمكن حر شويه بس ما فيش رطوبه، واحنا داخلين بقى على السيزون الجو الرائع بقى الشتوي، لان احنا مشتى شتوي يعني احنا مصيف شتوي يعني، فعايز اقول داخلين وداخلين بقوه وبنجهز وبنعد، المدينه بتستقبل مؤتمرات عديده، بتستقبل مهرجانات عديده، عملت بطوله العالم للتايكوندو، ما بنعطلش ومش وانواقنا مش هتنطفي، وبلدنا هتستمر، والمدينه دي هتستمر وهترجع احسن من الاول ان شاء الله.